تبلغ مساحة بحر قزوين 371 ألف كيلومتر مربع هو أكبر حوض مائي مغلق في العالم ويتجاوز بحجمه مساحة ألمانيا يتغذى بشكل رئيسي من نهر الفولغا الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول نحو 1030 كيلومترا ومتوسط عرض بنحو 320 كيلومترا وينخفض أكثر من 26 مترا عن مستوى سطح البحر وتعادل ملوحة بحر قزوين ثلث ملوحة معظم البحار أو المحيطات. يعرف عموما باسم البحر المغلق، وهو بحيرة مغلقة أي أنه مسطح مائي من دون منافذ مائية على سطحه أو في أعماقه، لهذا تتبخر مياهه بشكل أسرع. يعد بحر قزوين من بقايا بحر باراتيثيس القديم الذي يزيد عمره على 25 مليون سنة. والذي نراه على الخريطة يغطي اوروبا الحالية، منذ أكثر من خمسة ملايين سنة وبسبب الانخفاض العالمي في منسوب مياه البحار، تشكلت ثلاثة أحواض مغلقة، البحر الأسود، وبحر قزوين، وبحر آرال. يقع بحر قزوين غرب آسيا، وتحده كما ذكرنا روسيا وكازاخستان، وتركمانستان، وإيران وأذربيجان. إن مسألة توصيف حوض قزوين بحراً أم بحيرة مهمة جداً بالنسبة إلى هذه البلاد. إذا كان بحيرة فإن الدول المشاطئة تتقسم بالتساوي أعماق المياه وسطحها وتمارس السيادة عليها أما إذا كان بحرا فباستثناء المياه الإقليمية فإن الدول المشاطئة لا تتمتع بحق السيادة على سطح الماء وتظل الملاحة فيها حرة في الثاني عشر من أغسطس 2018 وقع رؤساء الدول الخمس المشاطئة اتفاقية حول وضع بحر قزوين وتقرر أنه ليس بحراً ولا بحيرة بل مزيج بينهما، فتنطبق عليه قواعد الحدود البحرية، لكن باعتباره بحيرة فحسب، حيث يمكن للدول المشاطئة الإبحار على سطح الماء، ما يستثني فعلياً الأساطيل الأجنبية، خصوصاً أساطيل الولايات المتحدة. تعتبر هذه الاتفاقية مهمة لأن ثروات بحر قزوين كثيرة، كما سنرى الآن. أولاً: الثروة الهيدروكربونية يمثل نفط وغاز بحر قزوين 3% و5% على التوالي من الاحتياطي العالمي، وتقع الطبقات الجوفية الغنية بالثروة الهيدروكربونية في الحوض الشمالي وفي المنطقة الواقعة بين الحوضين المتوسط والجنوبي. يعتبر بحر قزوين أيضاً من البحار الغنية بالأسماك، وتعتاش من الموارد السمكية مجتمعات واسعة من الصيادين. تعيش في البحر أسماك الرنجة والسلمون، وأكبر تجمع في العالم لأسماك البلوغا الحفشية التي تنتج بيض الكافيار ويصل كيلوغرام كافيار سمك الحفش الإيراني إلى 25 ألف دولار أخيراً تساهم سواحل بحر قزوين في تنمية السياحة الساحلية فيتجه مجتمع طهران إلى تشالوس ورمسار وتبني تركمانستان مجمع آفازا السياحي سنستعرض الآن كيف تطور هذا المحيط الجغرافي عبر التاريخ. في العام 1917 وضعت الثورة الروسية حداً للنظام القيصري. ومنذ العام 1922 مع إنشاء الاتحاد السوفيتي، تم تأميم أعمال الاستثمار والمصافي في باكو. خلال العقود التالية أطلق على بحر قزوين اسم البحيرة الإيرانية السوفيتية، وباستثناء باكو أهملت هذه المساحة التابعة للاتحاد السوفيتي. في العام 1991 أدى تفكك الاتحاد السوفيتي إلى تحطيم الهيمنة الروسية وابتداء من العام الذي تلاه تولت السلطة أنظمة سياسية في ثلاثة بلدان جديدة برئاسة أعضاء سابقين فيما يسمى مجلس السوفيت الأعلى النومنكلاتورا حيدر ألياف في أذربيجان ونور سلطان نيزاربايف في كازاخستان وصابر مراد نيازوف في تركمانستان وقد أطلق كل منهم عمليات استكشاف أدت إلى اكتشاف حقول نفط مثل شاه دينيز وأبشيرون قبالة أذربيجان اللذين عثر فيهما على الغاز بالإضافة إلى النفط الذي سبق اكتشافه وتشيليكن قبالة تركمانستان ويحتوي على غاز ونفط وكاشاغان قبالة ساحل كازاخستان ويحتوي على النفط أيضا ووقعت هذه الأنظمة عقودا مع شركات نفط أجنبية وفقا لنموذج PCA اتفاقية تقاسم الإنتاج الذي ينص على قيام الشركات بإدارة الحقول مقابل أرباح تدفع إلى الحكومات وهذا شكل من أشكال الريع يعتمد مصدرا واحدا للدخل ويتأثر في الواقع بتقلب أسواق الطاقة مول هذا الاقتصاد الريعي هذه الأنظمة التي ظهرت في فترة ما بعد الشيوعية، وسمح بتحقيق مشاريع حضرية عملاقة كوسط مدينة عشق أباد المشيد من الرخام الأبيض في تركمانستان، أو بناء عاصمة كازاخستان الجديدة أستانا في العام 94، التي تغير اسمها إلى نور سلطان في مارس 2019. وفي العام 94 أيضاً وقعت شركة بريتش بتروليوم عقد القرن لاستثمار حقلي أذري جيراق. غوناشلي الواقع على بعد 120 كيلومترا من الساحل الاذربيجاني، انضمت الولايات المتحدة من تلقاء نفسها إلى هذه المنطقة السوفيتية السابقة، وقد دعمت على وجه الخصوص بناء خط أنابيب باكو تبيليسي جيان الذي افتتح في العام 2006، وهو يعبر ثلاث دول متحالفة مع واشنطن هي أذربيجان وجورجيا وتركيا، كما خسرت روسيا في تلك المرحلة احتكارها شبه الكامل لنقل النفط الخام. وردا على ذلك، قررت موسكو تسريع عملية إعادة تأهيل أسطولها العسكري. اليوم بعد 30 عاما من سقوط الاتحاد السوفيتي، يخضع بحر قزوين لإعادة تنظيم حول محورين يحملان رؤيتين جيوسياسيتين مختلفتين، وهذا ما سيتبين لنا بعد قليل. الأول هو المحور الشمالي الجنوبي مع دولتي روسيا وإيران. يستثمر هذان البلدان بحر قزوين بشكل أساسي من ناحية عسكرية. في الواقع تمتلك كل من روسيا وايران ثروات هيدروكربونيه في مناطق اخرى وتملكان واجهات بحريه اخرى، لذلك فهما لا تعيران الكثير من الاهتمام لهذه السواحل المطله على بحر قزوين باستثناء تعزيز اسطوليهما العسكريين. فقد استخدم الروس الفرقاطه داغستان في بحر قزوين في اطلاق صواريخ باتجاه سوريا العام 2015. وللتأكيد على هذه القوة العسكرية، فإن اتفاقية العام 2018 حول الوضع القانوني لبحر قزوين تنص على استبعاد الأساطيل الأجنبية من الملاحة فيه. المحور الثاني هو المحور الشرقي الغربي، الذي يجمع بين أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان. تستثمر هذه الدول موارد بحر قزوين الطبيعية ومساحته البحرية، وبموجب اتفاقية 2018 حصلت هذه الدول على حق السيطرة على حقول النفط والغاز. والحق في مد خطوط انابيب غير تلك الموجوده. تطلعت ايضا هذه الدول بعدما ادركت مدى اعتمادها على الثروه الهيدروكربونيه الى نقل البضائع. في الواقع كان من المزمع ان تعبر طرقات الحرير الجديده وهي مشروع صيني اعتبارا من العام 2013 والممر الاوسط وهو مشروع تركي اعتبارا من العام 2015 في بحر قزوين. وهكذا برز عدد من مشاريع البنى التحتيه مثل مجمع ميناء تركمان باشي الجديد في تركمانستان والموانئ الجديدة في أكتاو وكوريك في كازاخستان وميناء باكو الحديث للغاية في أذربيجان وخط سكة حديد باكو تبيليسي كارس في النهاية لا يمكننا تناول بحر قزوين دون التطرق إلى القضايا والمخاطر البيئية من الواضح أن استثمار الثروات الهيدروكربونية يخلق مناطق ملوثة بالنفط بسبب تسرب الآبار أو فيضانها، كما يتسبب التنقيب عن الثروات الهيدروكربونية أيضاً بمخاطر بيئية. يلوث النفط والمبيدات والمواد الكيميائية أو المعادن الثقيلة مناطق أخرى من بحر قزوين، وكذلك تربة المناطق الساحلية. ينتج هذا التلوث عن المواقع الصناعية المطلة على البحر. وتنقله أيضاً الأنهار شديدة التلوث بسبب الصناعات الثقيلة، تضاف إلى كل ذلك المواقع الجغرافية للتجارب النووية السابقة. هذا التلوث كارثي على النباتات والحيوانات في بحر قزوين والتي تضررت بشدة أيضاً بسبب الصيد الجائر. يضاف إلى ذلك تحد بيئي آخر، وهو انخفاض مستوى بحر قزوين. بين العامين 65 و 2017 انخفض هذا المستوى مترا ونصف المتر، وكان السبب الرئيسي زياده التبخر نتيجه الاحتباس الحراري. من المتوقع ان يستمر هذا التبخر ويمكن للمرء ان يتساءل عما اذا كان بحر قزوين سيعاني عاجلا ام اجلا مصير بحر ارال نفسه، والذي نراه هنا يختفي تدريجيا منذ العام 73. نملأ الأرض عطفا في شهر العطاء نتقاسم ما يترك في قلوبهم حلاوة وفي أنفسنا الرضا موسيقى. نعزز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادرة تطبيق شير ذميل لتبني واحدة من أسمى قضايا العالم وهي القضاء على الجوع <applause> بضع خطوات فقط بإمكاننا توفير الطعام للأسر المحرومة من خلال شير ميل. في شهر الجود والكرم نرسم البسامات على الشفاه ونتقاسم الفرح. الفرح. إثاركم لوجبة إفطار يترك أثرا طيبا. الشرق معا نضع النقاط